سلمى. يسعد صباحك رشا. كيفك اليوم؟ الحمد لله يسعد صباحك. ان شاء الله دوم تبقي بخير يا سلمى، لك ولعائلتك اكيد. بدي اقول صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه، يوم جديد وبدايه جديده، ودائما بنقول يا رب البدايات تحمل لنا كل الخير، الصحه والانفراج على جميع الاصعده. بلشنا هيك بالاواخر شهر رمضان الكريم، يعني صحيح. بلشنا التجهيزات للعيد، بلشت الاسواق تنعجق، صح ما لنا مثل اول يعني، ولكن ضمن الامكانيات المتاحه اليوم يا سلمى. صحيح يا رشا، بنتمنى هاي الايام آمين. تكون ايام خير. امبارح طبعا بعض الناس احيوا ليله القدر قدر. وهي العشر الاخير، بنعرف الايام الاخيره الكل بيلتمس فيهم ليله القدر. بنتمنى طبعا الاستجابه لجميع آمين. الادعيه، والاهم انه بلدنا ترجع بخير، ترجع مثل زمان، نرجع نشعر بهي الفرحة الأولى اللي كنا نحسها كان صحيح. برمضان أو بالأعياد. يا رب هيك هي الأعياد تكون خير علينا وعليكم، وأكيد يعني بكير نقول لكم كل عام وانتم بخير، ولكن إن شاء الله يا رب كل أيامكم تكون خير وسعادة. وبدي أرجع لعندك يا سلمى. يسعد صباحك عن جديد رشا، صباح الخير لكل متابعي برنامج صباحنا غير. طبعا مثل العادة رح يكون معنا محطات عديدة مع ضيوف اختصاصيين وجولة ببعض التقارير من المحافظات السورية، ولكن قبل ما نبلش صباحنا بدي أشكر حرير بوتيك على العبايات يلي عم يقدم لنا ياهن خلال أيام شهر رمضان المبارك. أما هلأ فصار الوقت لروح لفاصل صغير ونبدأ محطاتنا. أما سلمى قبل ما نروح لنستقبل ضيوفنا ونشوف أخبارنا بالمحافظات السورية، خلونا نروح لذاكرة الأيام وحكاية يوم لنشوف أهم التواريخ يلي تسجلت بمثل هذا اليوم. اليوم 6 نيسان، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية. قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بعام 1814 نفي الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إلى جزيرة إلبا في البحر الأبيض المتوسط. بعام 1896 افتتاح أول دورة ألعاب أولمبية في أثينا. بعام 1909 المكتشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب المتجمد الشمالي. بعام 1919 بدأ ثورة مهاتما غاندي في الهند. بعام 2009 زلزال يضرب مدينة لاكوييلا وسط إيطاليا بلغت قوته 6.4 على مقياس ريختر. من أبرز الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من العام 1483 رافائيل، رسام ونحات إيطالي. بعام 1941 جورج زامفير، موسيقي روماني. أما أبرز الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من العام 1961 جول بوردي، طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل بالطب عام 1919. بعام 1971 إيغور سترافينسكي، موسيقي روسي. أما هلأ رح نروح لمعلومات غريبة وجديدة ونتعرف عليها بتقرير هل تعلم. الشائع بأنه الأشخاص يلي بيناموا كتير هن أشخاص كسولين، لكن هل تعلم بأنه النوم لساعات طويلة يعد دليل ومؤشر قوي على أنه الشخص عاطفي وسريع التأثر وذو حس طيب؟ وهل تعلم بأنه مضغ العلكة الخالية من السكر بين الوجبات بتساعد على تخفيف أعراض الحموضة في المعدة؟ وهل تعلم بأنه استبدال السكر بالعسل عن تحلية المشروبات بيساهم بتقوية الجهاز المناعي وبكافح الجراثيم؟ كلنا منقوم بتبليل فرشاة الأسنان بالماء قبل وضع المعجون، لكن هل تعلم بأنه الفرشاة الجافة بتساهم بالتخلص من البلاك وبمعدل 67%؟ أخيراً هل تعلم بأنه تناول الشوكولا يومياً بمعدل قطعتين ممكن يمنع فقر الدم وبيحسن المزاج العام؟
وأول تقاريرنا لليوم رح نروح لمنتجات طلبة جامعة تشرين وعدد من الفعاليات الأهلية والجهات المعنية تشكل حديقة خضراء ضمن أجنحة معرض خيرات بلادي في كلية الهندسة الزراعية في اللاذقية. حنكون بتفاصيل أكثر مع زميلنا مصطفى خضور. منتجات طلبة جامعة تشرين وعدد من الفعاليات الأهلية والجهات المعنية تشكل حديقة خضراء ضمن أجنحة معرض خيرات بلادي في كلية الهندسة الزراعية باللاذقية. طبعا هو مهم جدا للطلبة لتسويق أفكارهم ومنتجاتهم التي يمكن أن تحقق وتهدف عملية التنمية بأشكالها المختلفة، وهي فرصة حقيقية يعني يمكن الاستفادة منها لتبادل الأفكار بين الطلاب وبين أحيانا الجمعيات أو الشركات الموجودة على أرض الواقع. هذا المعرض القائمين عليه هم من طلاب كلية الزراعة، قاموا هؤلاء الطلاب بعرض النباتات الطبيعية وبعرض المنتجات اليدوية التي تم صناعتها بإنتاج يدوي وبمواد بسيطة من ضمن اختصاص كلية الهندسة الزراعي. هذه المنتجات هي من صنع أيديهم، مشاريع تخرج، دراسات عليا، من مشاتل، من أعمال يدوية، كل هذه الأمور، وأنا بتمنى التوفيق، وأنا بفتخر بهكذا الطلاب، لأنه في النتيجة لولا الطلاب لما كنا نحن هنا. الفعالية هي ثمرة جهد لفرع اتحاد طلبة جامعة تشرين ونتاج يتميز بالجودة والنوعية. نحن اليوم عم ناخذ دور تدريبي لطلاب الجامعة، هيدا الدور كثير نحن عم نساهم انه نكون نحن والجامعة وخصوصا الهندسة الزراعية انه نكون شركاء بهذا الموضوع لتدريب الطلاب ووضعهم بسوق العمل. الأساس اللي بنشتغل عليه بالمؤسسة تمكين الشباب وحصوله على فرصة عمل حقيقية من فكرة صغيرة، لأنه هلا حضرتك بتعرفي الوضع الحالي والوضع الاقتصادي، الشاب لازم يبحث عن الفرصة اللي بتمتاز أكثر شيء بصفة الإبداع والابتكار والتميز. معروضاتنا هي عبارة عن خلايا خشبية إنتاج منشرة مديرية الزراعة وطرود نحل مع منتوجات الحرير من مناديل وشلات حرير وشرانق. مهم كتير المعرض خصوصا اليوم الطالب العربي، لأنه ظل الظروف اللي عم تمر فيها البلد لسه في طلاب عم تحاول وتقدم إبداعات لحتى أنه يثبتوا حالهم ضمن المجتمع، ونحن مهم انه نضوي على هالامور كنه هن عم يساعدوا حالهم. انا شاركت بمشتل وشاركت برسمات لإلي، فهي اول مشاركه لإلي، وكمان بنفس الوقت لازم انه نعبر عن نشاطنا وعن هواياتنا وعن الشغلات اللي بنحبها ونورجيهم قديش انه نحن نشيطين ومنحب. المعرض هو استمرار لفعاليات الاحتفال بعيد الطالب العربي السوري في جامعه تشرين والتي تغطي مجالات متنوعه. ولح نروح لأولى محطاتنا رشا، ودائما بنحاول نستعرض هيك أهم يمكن خليني أقول عادات وتقاليد وكتير أمور تراثية موجودة بين البلدان العالم وأيضا بسوريا، ورح تكون هي أولى فقراتنا لليوم رح نحكي فيها أكثر عن بعض الأمور التراثية والتقليدية اللي تشتهر فيها سوريا بمحافظاتها خلال الشهر الكريم لحتى نتعرف أكثر على تفاصيلها. أكيد سلمى، وكنا عم نقول بالمقدمة إنه نحن بلشنا هيك نجهز لعيد الفطر، وفي عادات نحن تربينا عليها، في عادات بكل المحافظات السورية ما بين الحاضر والماضي، واليوم عم يكون في حركة زايدة على الأسواق، ودائما نحن بنقول ضمن الإمكانيات المتاحة. صح، نحن اليوم ما قدرانين نعمل مثل ما كنا نعمل بالسنوات السابقة، ولكن فرحة العيد عم نحسها ساعتها موجودة ولكن بجزئية. ما رح أروح لنحكي عن أهم العادات والتقاليد بين الماضي والحاضر، وكيف اليوم بأواخر الشهر الكريم عم يتم التجهيز لعيد الفطر. وضيفنا لليوم هو الباحث بالتراث الأستاذ مخلص المحمود. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، وكمان كل عام وأنتم وأنت بخير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. يعني من وين بدنا نبلش؟ في كثير أسئلة. خلينا نبلش هيك بأنه نحن يعني هلأ خواتيم شهر رمضان المبارك، هاي الأيام اللي الكل بيلتمس فيها طبعا الدعاء وليلة القدر، وبيكون فيها كثير عادات وتراث، وخصوصا مثلا مدينة دمشق
بنعرف الكل بيتوجه للجامع الأموي، لبعض الجوامع العريقة اللي موجودة بمدينة دمشق لأحياء هاي الليلة. خلينا نبلش من أهم العادات بالشهر وخصوصا بالعشر الأخير. هلا بالنسبة لسوريا تقريبا كل العادات والطقوس في رمضان تتشابه، قد تختلف بنوعية الأكل، نوعية البيئة، نوعية المناخ، نوعية إلى آخره، لكن هناك تشابه حقيقي. نحن وقت منقول دمشق يعني نعني في سوريا، لا نعني دمشق كمدينة عريقة وكعاصمة العواصم، نعني سوريا. يعني نحن وقت دائما وقت منقول دمشق يعني المستمع واللي عم يشوفنا يعذرنا، بنقصد نحن حلب ودير الزور وإدلب والقامشلي إلى آخره، لكن رمزية سوريا هي بدمشق. طقوس وعادات سوريا دائما هي الثقل في دمشق، بحكم أنه من أقدم المدن في العالم، بحكم عاصمة العواصم وعاصمة أول إمبراطورية عربية وكذا. أكيد لازم يكون دمشق يعني بتختلف، وخاصة في المواسم الدينية. يعني معاهد دمشق منذ الألف الأول للهجرة خرجت مئات العلماء ومئات المشايخ ومئات الدعاة الذين يجوبون الأرض يعني لتعليم الفقه وتعليم، تخرجوا من دمشق على كل الأحوال. هلأ بهذا الأسبوع أكيد ليلة القدر خير من ألف شهر، بسم الله الرحمن الرحيم، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي حتى مطلع الفجر، أكيد في حدا أحيا هذه الليلة. لكن من أحكام الصيام هو الدعاء وقراءة القرآن والذهاب إلى المساجد والصلاة طبعا في الزكاة وفي الفطرة وفي المواضيع هي كذا. أما نحن حاليا هذا الأسبوع في دمشق وغير دمشق هو حقيقة يعني يكون في ورشة بالبيوت، في ورشة مثل ورشة الخياطة ورشة الحدادة لكنها ورشة متنوعة تتداخل فيها يعني يدخل القريب ويدخل الجار ويدخل الجارة ويدخل كذا إلى آخره. هلا طبعا ستبقى السكبة موجودة وسيبقى الأطفال يأخذوا يتبادلون الطعام مع الجيران، وستبقى هذه الطقوس التي بدأ رمضان فيها من قراءة القرآن والذهاب إلى التراويح والذكر وإلى ما هنالك. هي يعني هذا موضوع اختصاص بده حدا اختصاص، لكن حقيقة ونحن بهالظروف يعني، وأنا بحيي كل سوريا من خلال الإخبارية السورية، صابرين وزاهدين وما في يعني هذا شيء موسر. وأكيد العنوان العريض للشعب السوري الآن وإن شاء الله بيفرحوا بالجميع هو يعني التدبير والتدوير بالعيد الصغير. هاي مو اختراعي يعني، هي حقيقة. نحن حاليا بحاجة إلى حسن تدبير، وهذا المصطلح التدوير اللي نحن من زمان نحن أهل كرم، لكن من زمان كان نحن أهلنا يحافظوا ويديروا بالهم على هذه النعم الموجودة، إن كان على مستوى ألبسة أو مستوى أطعمة أو مستوى تاني. من هذا نحن عنا أخلاقيات في هذا الموضوع، نحن ما عنا إسراف ولا تبذير، هذا مو كرم. الإسراف والكرم هو الحقيقة بالتصدق، هيك نحن تربينا. كل ما تصدقنا أكثر غير الفطرة وغير فرض الزكاة، كل ما عطينا أكثر كل ما نحن كرمة أكثر، يعني هيك نحن تربينا. لذلك هلأ في تدبير، وفي عندي بعض المعلومات عن بعض حارات دمشق حقيقة تتعاون الأسر في الحارة، تتعاون على تأمين مثلا المعمول، يا فلاني شو عندك، أنا راح أجيب لكم شوية طحين، يا فلاني شوية سكر، يا فلاني شوية سبيد، يا فلاني والله عندي علبة سمنة ما دائرتها للسوا هكذا. يعني أنا وإحداهن أقسمت علي أنه ما أجيب سيرة الأسماء الحقيقية، يعني هذا الحكي حقيقي وموجود بمنتصف رمضان. خلينا نقول قبيل عيد الأم إن شاء الله كل أمهاتنا بألف خير. على كل
لكن مو بس بدمان، كمان بيعملوا بدير الزور وأراضي فورات الكليجة اللي هي يانسون وبحبة بركة وكذا وكذا، يقدمونها العيد ويقدمون العيران وأحيانا التمر، كمان بيقدموا بحلب الراحة الحلبية، كمان بيقدموا على الساحل السوري الجميل المعمول الجبنة، معمول الجبنة احنا بالشام ما بنساوي معمول الجبنة، بنساوي معمول الجوز بحكم الغوطتين يعني تحيطان بمدينة دمشق، غوطة دمشق الغربية والشرقية، احنا اهل الجوز يعني بمعنى نحن بنساوي معمول بالجوز اللي بيساوي بالجبنة، يعني مربى القرع كمان بالاعياد وبأيام استقبال الضيوف في رمضان يقدم هذا، بالإضافة إلى الكرابيج، الكرابيج يعني وليس ادعاء، هي اللاذقية من أخرجت شيء اسمه حلويات كرابيج حقيقة. إذا الراحة الحورانية اللي هي 20 نوع، يعني الموضوع الفرح، أنا مثل ما قلت بأماكن تانية الفرح شأنه عام، الفرح بسوريا شأنه عام، فكيف إذا كان هناك تعاون وإلفة وإحسان ومحبة وإلى ما نعم. طيب أستاذ، اليوم فرقت الحياة وصرنا هيك نشتاق لقصص كتير مرقت بحياتنا، ونحن اليوم بالعشرة الأخيرة من الشهر الكريم، فرقت معنا إن كان بالاستعدادات للعيد، إن كان بصلة الرحم، اليوم شو صرنا يعني نبعث المعايدة SMS أو مسنجر، يعني غير العادات القديمة، برأيك ما بين الحاضر والماضي بخلال هدول العشر أيام شو اللي تغير؟ هلا أنا بدي في دقيقة أعملكم مشهد. هلا نحن مع الحداثة ومع التطور التكنولوجي والعالم قرية صغيرة، ونحن عندما نهتم بالتراث ونبحث عن التراث ونصون ونحمي هذا التراث من أجل المستقبل، من أجل المستقبل، بس رح جيب مثال حي أنا يشوفونا فيه اللي عم يشوفونا، يعني إذا كان حدا من بسوريا عنده أطفال وإجا العيد عليه وهو موجود بمكان ما في أوروبا الغربية أو بالأمريكيتين، رح لكم مشهد صغير. أنا للعيد عنا أول يوم العيد مجموعة من الأطفال، طبعا المراجيح كلها من خشب محلي صناعة محلية، المراجيح والليبات والدويخة ومدري مين، وفي شيء لعبة اسمها أبينو جعيسو. أبينو جعيسو على فكرة، وهي معلومة، هي من أصل إيطالي معناها التوازن، هي الكلمة إيطالية معناها التوازن، يعني نحن مو والله مخترعين بالعامية، لا لا لا، بيركبوا مجموعة من الأطفال، هذا الحد الأدنى من الفرح هو أقصى درجات الفرح كان عند الأطفال، صحيح، أقصى درجة، بيركبوا المرجوحة واليوم عيدي يا لا لا صوت واحد، والبست جديدي يا لالا، كبوت أحمر يا لالا، بالورد مزنر يا لالا، واليوم عيدي يا لالا، روب حرير يا لالا، مهفف بيطير. والله إذا جمعتي كل قواميس اللغة في العالم ما في كلمة بديلة لمهفف بيطير، هذا يدل على شيء، بدل على إنه أهلنا من زمان كمان هني على مستوى تذوق فني، على مستوى عالي من الاهتمام بالأدب والاهتمام بالمجتمع والاهتمام بالآخرين. روب حرير يا لالا، مهفف بيطير، الحرير هو الوحيد اللي يعني لغويا إذا بنرجع الفعل للمصدر في هفهفة، لأنه ما في وزن ورقيق جدا وكأنه مو موجود. على كل هذا ممكن ينتقل مرجوحة تانية، مرجوحة تانية عم يلعبوا أطفال فيها، يقولوا مثلا هز التوتة يا توات، خليهم يفرحوا البنات، وهكذا الثالثة الرابعة يعني والخامسة وكذا، في 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 هزيج معينة وغاني معينة. والله كل هذا التقدم العلمي والتكنولوجيا والحداثة اللي عم يحكوا فيها ما هي بديل لهذا المشهد الصغير اللي فيه الحد الأدنى من الفرح عند أطفالنا؟ هو كل الفرح يعني، نعم
مرقنا بهذا. بقى نحن هي راح اجيب لكم مثال، يعني هلا اذا اجى حدا عربي او من الدول الاقليم او من السواح او ما بعرف ايش من محافظه ثانيه يجي على العيد تبعنا يطلع ايه طارات يا صالحاني، لك شو هذا عم يبيع شو طارات يا طارات يا صالحاني، حمده خرب حمده طربش الخوابي، طلع هيك اللي عم بيع مخلل طارات، يعني مثل الطارات تبع دواليب العربات كذا مثلا، طلعت ايده هالنابت، شو طلعت ايده طلعت ما بعرف مين، هذا فول مثلا، حنه للايدين يا شامي، يعني توت شامي كذا كذا، يعني في عنا نحن تراثنا وموروثنا الشعبي واخلاقياتنا القديمه بمواضيع اللي عم يحكوا عنها التكافل الاجتماعي والحب، نحن اغنياء كثير، نحن اغنياء كثير، ونحن نحن يعني ما لنا نكره على الحضاره الانسانيه وعلى الثقافه الانسانيه، سوريا ما لها نكره، سوريا شريكه لهذا التقدم الانساني على الاقل من الناحيه الاخلاقيه. فضل. أكيد. طيب نحن عم نحكي وعم نستذكر هيك بعض من صور تراثنا بسوريا بمختلف المحافظات، مثل ما قلت كل محافظة وإلا شيء بيميزها، كمان أسواقنا كمان بتختلف، وإن كانت هلأ أكيد الظروف الاقتصادية مختلفة، يمكن بنشوف بين 10 أشخاص عم يتفرجوا شخص عم يشتري، ولكن وجود الناس بالشارع اليوم أحياء بعض العادات ما زالت موجودة، وإن تغيرت وصار في حالة التدبير مثل ما حضرتك قلت. خلينا نحكي أيضا عن هاي المظاهر وخصوصا بالأسواق الدمشقية. هلأ إلى الآن في بعض أحيائنا بعض حاراتنا في دمشق الآن برمضان هذا الذي نحن فيه، في بعض الحارات تقدم إلى الصائم الذي يذهب إلى بيته من أجل الإفطار كأس من العرق سوس أو من الماء أو تمرة، والله غير تفطر من عندي، والله إن شاء الله صيام مقبول وهكذا. هلأ نحن يعني أخذنا نحن الموضوع التقدم التكنولوجي والعلمي وكذا، وهي سنة الحياة الحقيقة، لكن نحن دائما منركز على موضوع التكافل الاجتماعي، على يد الله مع الجماعة، الله أوصب سابع جاء أو الظروف الاقتصادية حقيقة، هذا الكلام معروف ومألوف، لا تسمح قد ما كان في توفير لا تسمح بصناعة الحلويات التي كان يصنعها أهلنا منذ الخمسينات، لأنه أهلنا من زمان كانوا يعملوا المعمول وكانوا يعملوا بنفس الوقت البقلاوة ويعملوا هن بالبيت والسمبوسك ويعملوا القطايف العصافيري وقطايف القشطة وإلى آخره. هلا نحن لكن هذا الموروث الشعبي وهذا البلد الجميل وهذه دمشق التي نحبها، يعني والله بتستاهل ندافع عنها، بتستاهل نضحي من شانها، بتستاهل نصبر كتير، وفعلا صابرين نحن، وفعلا العيد في سوريا لا يشبه عيد في العالم الإسلامي. أنا درت معظم الدول العربية والإسلامية حتى الأجنبية، في العيد في سوريا كل العالم الإسلامي والعرب تعلموا من سوريا بعض طقوس العيد، إلا سوريا لم تتعلم من أحد. نحن ما عم نحكي الواقع، راح أجيب لكم يعني مثال، مثلا ببعض أحياء الإمارات بدون ذكر تفاصيل، في حارات هنيك بيقدموا بدل السكبة الشامية بيقدموا بيسموها صينية الكريم، وبياخذ احيانا حدا كبير حدا كذا. قد يسال البعض في عنده هيك مديره تراث، لك اخي منين جبتوا العاده هي؟ والله يا اخي جبناها من الشام. بيقولوا احنا جبناها من الشام، اصلا من الشام. الشام تعني كل سوريا بلاد الشام يعني. يعني نحن هي موضوع السكبه، ان شاء الله مفتكرين بس بدمشق في سكبه. لا، بحرام في دوقت الكريم، وفي بحلب وشمال سوريا في الطعمة، وفي هذا كله يشبه هذا
التبادل قبل الإفطار بدقائق، التبادل مو مجرد هو طعام ساخن وإنه يعني أنا مثل ما باكل بياكل جاري، لا لا، هي مجموعة من القيم والفضائل والأعمال التي يتعلمها الأطفال. وبتعرفوا الأطفال عندهم أجهزة التقاط قوية جدا أكيد. يتعلم تفضل. ويمكن يعني نحن اليوم حاولنا هيك نعمل إضاءة بس لأنه وقتنا خلص على أهم بعض العادات والتقاليد الموجودة بسوريا. بدنا نشكرك أستاذ مخلص على كل المعلومات اللي قدمتنا. شكرا لكم وللإخبارية السورية، وإن شاء الله كل عام وسوريا بألف خير. وأنتي بألف خير. شكرا أستاذ مخلص لحضورك، وينعاد عليك بالخير والصحة. شكرا لحضورك. أما نحن مكملين بباقي الفقرات الصباحية، شمس وشوية هواء وصار الصيف فورا، ما بقى نعرف شو عم بيصير بيوم وليلة. قربت من القصة. تذكري من فترة كان معنا الدكتور محمد العصيري وقلنا له عم بيصير في تقلبات غريبة يعني بالطقس، وقال فعلا بكرة رح يجي الصيف بيوم وليلة. قالوا لا اكيد نام في ثاني يوم، ولهيك رح نعرف اكثر طبعا عن اخبار الطقس. وهل طبعا هذا الـ خليني اقول اختلاف الرهيب بدرجات الحراره بين الصبح والمساء وايضا بين يوم ويوم، شو سببه وهل هو ممتد او لا؟ كل هاي المعلومات مع ضيفنا عبر الاتصال الهاتفي المتنبئ الجوي حسان الجردي. صباح الخير استاذ حسان. صباح الخير. يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، عم تسمعنا؟ صباح الخير، صباحك بخير. أي خلينا نعرف أحوال الطقس والحالة الأخيرة اللي عم نعيشها، يعني اليوم يوم برد يوم شوب، شو الوضع؟ هلا رح نرجع نقول صباح الخير من جديد لإليك للأخبارية السورية لزميلتك. هلا بشكل عام بالنسبة للأحوال الجوية السائدة والمتوقعة والحالة اللي عشناها من قبل الأسبوع الماضي، حالة الاستقرار التام والارتفاع الكبير بدرجات الحرارة كانت حالة استثنائية عشناها بأول شهر نيسان مع بداية فصل الربيع. وكنا ذاكرنا قبل باتصال هاتفي سابق مع الأخبارية السورية أنه في عنا استقرار جزئي بتحول إلى استقرار مطلق، وأجواء بتكون من أجواء ربيعية دافئة إلى حارة نسبيا بنهاية الأسبوع الماضي. هلأ الوضع رح يختلف تماما هيدا الأسبوع. بلشت الانخفاض بدرجات الحرارة من يوم الجمعة الماضي، من امبارح بلش الانخفاض باغلب المناطق بمعدل درجه الى درجتين، حرارات لسه اعلى من المعدل يعني. ولكن اليوم كمان في انخفاض اخر بدرجات الحراره، الحراره اليوم بتكون تقريبا حول معدلاتها او اعلى من معدلاتها بقليل مثل هذه الفتره من السنه. نحن عم نتاثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عم يترافق بتيارات غربيه بطبقات الجو العليا. بشكل عام الاجواء اليوم عم تكون اجواء غائمة جزئيا، عم تتحول إلى غائمة خلال ساعات بعض الظهر والمساء، لتصبح الفرصة مهيئة بإذن الله تعالى لهطل زخات عشوائية خفيفة من المطر في المناطق الشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الساحلية خلال ساعات المساء والليل. نهار بكرة رح يمتد الهطل إلى أجزاء من المنطقة الوسطى، وتكون الأجواء بشكل عام أجواء غائمة جزئيا، تزداد فرصة احتمالية الحدوث الهطول المطري. هيدا المنخفض اللي بدنا نتأثر فيه بده يضل مستمر معنا تقريبا حتى يوم الأربعاء بفعالية متباينة ومختلفة. يمكن توصيفه بأنه منخفض متوسط الشدة إلى ضعيف الشدة ببعض المناطق، بيؤدي إلى هطولات مطرية بالشمال الغربي بالجزيرة بالساحل بالمنطقة الوسطى، بالجنوب الشرقي تكون مختلفة الغزارة، تزداد غزارة هيدي الهطولات المطرية أيام الزرير اللي راح تكون نهار الاثنين والثلاثاء بإذن الله تعالى. بتكون هطولات مطرية أفضل، بتكون مترافقة بالعواصف الرعدية وحبات البرد ببعض الأحيان، وتتصف بالغزارة بالشمال الغربي وبالجزيرة بأجزاء من المنطقة الساحلية. درجات الحرارة تستمر بالانخفاض خلال الأيام القادمة لحتى تكون بنهاية هذا الأسبوع درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى من معدلاتها بقليل بأغلب المناطق والمدن السورية، واستمرار فرصة الهطل المطري موجودة لنهار الأربعاء والخميس، ولكن بتخف فعاليتها ما بين منطقة وأخرى الثلاثاء والأربعاء. فرصة هطول بتكون بإذن الله بمناطق متفرقة من البلاد، رغم أنه الفرصة موجودة ولكن عندنا ساعات انقشاعات، بتضل الأجواء غائمة جزئيا في انقشاعات ساعات تشمس خلال أيام عيد الفطر السعيد إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير. ممكن يكون نهار الثلاثاء أو الأربعاء ما بنعرف، رح يكون طقس العيد طقس ربيعي معتدل، في فرصة لهطول زخات من المطر مع ساعات انقشاع لزخات المطر وتشمس خلال ساعات النهار. في فرق بدرجات الحرارة ما بين الليل والنهار، الانخفاض رح يكون خلال ساعات النهار وساعات الليل، ورح تكون الأجواء بشكل عام أجواء باردة إلى باردة نسبيا بالمرتفعات الجبلية.
خلال هذه الفترة نحن دائما بنحذر من الانخفاض بدرجات الحرارة، وتحديدا نهاية هذا الأسبوع من تشكل السيول بسبب غزارة الهطل المطري بالمناطق الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة. بشكل عام الرياح عم تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة ببعض الأحيان. اليوم الهبات ممكن تتجاوز 60 كيلومتر بالساعة بالمناطق الجنوبية والساحلية والوسطى، والبحر خفيفة متوسط ارتفاع الموج. بشكل عام هيدا الأحوال الجوية وحالة الطقس المتوقعة خلال هيدا الأسبوع. حالة عدم استقرار بتبلش من اليوم بالليل، تستمر معها تقريبا حتى نهاية الأسبوع. ذروة نهار الاثنين والثلاثاء تؤدي لهطولات مطرية بتبلش من الشمال الغربي والجزيرة والساحل، تمتد للوسطى وإلى مناطق متفرقة من البلاد. درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 25-12، القنيطرة 19-8، القلمون المرتفعات الجبلية 16-8، درعا 24-9، السويداء 20-9، المنطقة الوسطى 25-9، حماة 25-10، الحسكة لمنطقة الجزيرة 27-10، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 23-13، بالشمال حلب وإدلب 23-11، دير الزور رقة البوكمال، المنطقة الشرقية 28-24، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 26-12. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير أستاذ حسان، وأنت بألف خير، شكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها. مثل ما سمعنا حيكون طقسنا ربيعي بالعيد وحيكون في مطر، دائم بنقول يا رب الله يبعث الخير وعلى سوريا الحبيبة. أتمنى أنه يكون طقس خلينا نقول شوي صيفي مشان الأولاد ينبسطوا شوي خلال هدول الأيام. صح. خلينا نروح هيك لفقرة عم تحكي عن حالة سلمى، القطع الموجودة معنا على الطاولة اليوم بيحكوا عن قطع فنية مبدعة، وخاصة اليوم إذا بيكون الشخص اللي عم يعمل هدول القطع هو فنان تشكيلي، قد ايه اليوم بتزيد هيئة تحفة جمال، قد ايه اليوم قادر يزيد عليها من خياله وإبداعه يا سلمى. صحيح، ويمكن تعتبر هي المشاريع الصغيرة هي بصمة اليوم للسيدات السوريات اللي قدروا خلال هاي السنوات إنه يكون عندهم مشاريع، أول شيء بتعبر عن بصمتها وهويتها الفنية وأيضا هوايتها إذا كانت هي هواية، وبنفس الوقت هي مردود مادي إضافي بتحسن أكيد من الدخل لكثير من العائلات، وطبعا بصمة خاصة لأنه الهاند ميد هو شغل صعب وبنفس الوقت حلو ومميز. نتعرف أكثر على مشروع السيدة اللي هي ضيفتنا لليوم، خلينا نرحب فيها ونقول لها صباح الخير السيدة إلهام شرارة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وكل عام وأنتم بخير. صباح الشعب السوري كله بألف خير. وأنت بألف خير، أهلا وسهلا فيك. بداية اليوم خلينا هيك نتعرف عليك إلهام أكثر عن هذا المشوار الفني، واليوم حضرتك فنانة تشكيلية، قديش عطيتك هاي القصة كمان إبداع بالتصاميم؟ أكيد أنا كفنانة تشكيلية بلشت مشروعي بفكرة وبعدين تحولت لواقع كوني فنانة، فسخرت شغفي ووظفت إمكانياتي الفنية بتصنيع هذا المنتج كونه طيب. كمان متعلق بالمرأة وبأناقتها، المرأة دائما زواقة. نعم. يعني مثل ما أنا شايفة ما في تصميم معين، أنت مستخدمة كتير أنواع من خليني أقول المادة الخام مختلفة بين قطعة وقطعة، وكل قطعة عم تحاولي تكون لها شكل معين. يعني هي يمكن خليني أقول دمجتي فيها بين الشغل اليدوي وبين الرسم. تمام مزبوط. يعني مثل عم نشوف هي لوحة وحتى الاكسسوارات تبعها اللي هي باليت تبع الرسم. خلينا نتعرف اكثر على هذا النوع. تمام. من الشغل. كونه شغلي انا بيتعلق بالهاند ميد وكمان وظفت فيه الفن، فهي القطعه هي لوحه النجوم للفنان العالمي فان جوخ. هي مطلوبه كثير بمعاهد الفنون وكليات الفنون الجميله. بالنسبه لكل قطعه انه بتختلف خامتها وكذا، في الدنيا اذواق. صحيح. أكيد ما حنشتغل يعني قطعة واحدة، والهاند ميد دائما هو مبتكر ومميز. حتى لو عم نشوف هيك قطع ممكن للأطفال يعني حتى يعني. الأطفال كان له النصيب يعني من شغلنا. نحن هدف المشروع أنه هو لكل الأعمار ولكل الأذواق، ونحن جايين على موسم عيد أكيد، فما نسينا الأطفال يعني من طيب إنتاجنا. هيك قطعة قد ايه بتاخذ معك؟ يعني خلينا نروح لمراحل العمل بالحقائب. تمام. هلا العمل أول شيء أنا برسم التصميم على كرتون اللي هو كروكي، وبعدين بقوم بإسقاط العمل على القماش إن كان جلد ولا قماش عادي وأن يكون. بعدين الصبايا اللي عندي بيقوموا بدرز القطعة، طبعا هي بيكون عدة قطع. وبعدين منضيف الاكسسوارات او منضيف الخط العربي او التطريز وهي القصص.
حلو اللون، حتى الالوان اللي اختاريتهم يعني دائما بتحسي الزهر والرمادي مع يعني من اجمل الالوان لبعض للاطفال بيطبقوا لبعض. وهلا كمان هذا الشيء موضه اليوم انه يكون عندنا طقم كامل تقدر تلبسه الصبيه، وهي بسموها بعالم التسويق انه قيمه مضافه. احنا بدنا نشوف مين المنافسين في النا بالسوق، صحيح، فاجباري بدنا ننافس. السنه الماضيه واللي قبلها كان موجود هذا الشيء بالاش، صرنا نشوفه بالاسواق. هلا جايين على موسم الصيف والبحر والمسابح والالوان، والالوان هي بقى على كل شيء حلوه. صحيح، مثل ما قلتي سلمى اليوم مختارة ألوان إنه تلبق على كل شيء، يعني اليوم أنتي شو ما لبستي ما أجي معك الجزدان خلاص، هو جزدان واحد ممكن يكفي الصبية الصيفية كلها يعني، وهذا جزء أحيانا بيزيد بتدور عليه يعني. أي بواقي القماش ما منكبهم فمنستغلهم بعمل جزدان فبيكون كادو مع الشنطة. اليوم قلتي حضرتك نقطة أنه أنت اليوم بتواكبي بتفوتي نيت بتشوفي شو أحداث الموديلات، كرمال اليوم حلو الواحد يمشي مع هذا التطور دائما، ولكن أكيد في أفكار خاصة لحضرتك يعني خلينا نحكي عن هاي المرحلة وقت اللي أنت بتحبي تصممي قطعة، يعني شو أكتر شيء بتميلي لإله؟ في ناس بتحب يعني ستايلة معروف يعني بتعرفي أنه هذا الجزدان شغل المصمم الفلاني يعني. هلا كل فنان بيتاثر بالموديلات والتجارب قديما ولا حديثا، فانا ببتكر ممكن انه يعجبني، ممكن يعجبني موديل وانا اضيف عليه، فالي اسلوبي، اكيد الي اسلوبي الخاص مثل اي فنان. اليوم الاطفال لهم تعتن علي انا وسلمى يعني لا هي لعبه وشنطه بصراحه يعني لازم تجيبي تنتين عن جد يعني البنت ممكن تاخذها تلعب فيها وبنفس الوقت شنطه بتلعب فيها غراضة. تمام، كان لازم تجيبي قطعتين وحده لي وحده لسلمى. حلوه الفكره، ما كثير حلوه الفكره، وبنفس الوقت يمكن هلا السيدات بتحاول تدور على هيك شيء اللي هو بيرجع الالعاب القديمه للبنات يعني. الالعاب نحن كمان في العاب نحن عم نصنعها ونضيفها للشنطه، هي دائما نحن منتجنا مبتكر ومميز ويواكب الموضه، دائما بندور على الجديد وكمان مثل ما قلت بيناسب كل الاذواق. صحيح، وكل الاعمار. طيب خلينا نروح للرسم، نرجع نركز عليه يعني نحكي عن المواد اللي بتستخدميها بالرسم على الحقائب، يعني انه بحيث كمان انت عم تعطي قطعه بدها الصبيه تحتفظ فيها كرمال ما تتاثر بال خلينا نقول بالاجواء الخارجيه بعدم التخزين الصح للحقيبه. هلا بالنسبه للشنطه تبع ليله النجوم هي اكيد رسمي اللوحه، وانا عملتها طباعه، الطباعه هي ضد المي يعني ممكن تنغسل وممكن تلبس باي وقت. كمان في الوان خاصه للقماش، انا اول ما بلشت بهذا المنتج كنت ارسم رسم يدوي قبل الطباعه، ففي الوان خاصه بالسوق ضد المي. طيب خلينا نحكي كمان خامات متنوعة، وأكيد كل خامة لها طريقة معينة بالشغل وهذا الشيء، نحكي عن أهم الخامات اللي استخدمتيها ضمن هذا المشروع. أكيد مثل ما قلت لك بنواكب نحن الموضة ودائما بدنا نكون متواجدين بالسوق لنعرف شو الجديد. هلا كان شفتي الخيش اللي حضرتك ماسكتيها كانت ترند السنة وما زال مستمر وما زال، ولكن أنا عم ابتكر أسلوب جديد يعني غير الموجود بالسوق غير المتواجد. عم نشوفهم كلهم اللي بالسوق طبعة واحدة، فدائما الهاند ميد مميز انه غريب ومميز. طيب اليوم حضرتك ذكرتي نقطة انه اليوم في حدا عم يشتغل معك حضرتكم ورشة صبايا وشباب او بس صبايا، اليوم عم نحكي نحن عن مشروع خلينا نقول من المشاريع الصغيرة اللي هو باب رزق لحضرتك. أكيد. ومردود للناس اللي عم يشتغلوا حواليك، خلينا نحكي عن فكرة التشاركية بالعمل وقد اليوم مهم للمجتمع. تمام، هلا انا اول ما بلشت كنت لحالي، بعدين انضافت الي سيده وسيده وسيدتين وثلاثه وكانوا من المعيلات وما زالوا يعني. انا اول ما بلشت كانت هي فكره كتسليه، كان انا كمدربه حرفيه بالمراكز الثقافيه بلشت من اعاده التدوير، ولكن بعدين لما لقيت انه في انتاج حلو والسيدات كان في اقبال على القطعه تبعي فقلت ليش لا حتى ما حقق الربح المادي يعني منه أنا بستفيد وغيري بيستفيد. فعملنا الورشة بإمكانيات حديثة، طبعا جبنا آلات حديثة، حطينا منظومة كهربائية، ساعدتنا منظمة ليو ان دي بي لأنه قدمنا لمسابقة وكنت أنا الحمد لله من الأسماء الأولية المقبولة
وعملت دورة إدارة مشاريع، استفدت كثير طبعا من هذا الموضوع، لأنه أنا بدي فوت على السوق، يعني ما بدي فوت وأنا عندي شيء مبهم، يعني ماني عرفانة كيف بدي أسوي الأدوات. أي حدا تماما، أي حدا بيقدر يشتغل بس مو أي حدا بيقدر يسوق. تمام، بما أنه حضرتك حكيتي عن التسويق، اليوم الهاند ميد جزء كبير من السيدات عم يعتمدوا على التسويق عبر السوشيال ميديا، يعني عم بيكون عندها صفحة إما على الفيسبوك أو على الإنستغرام، وبالتالي بيبلشوا الناس يعرفوا منتجاتها بشكل أكيد. أكبر، وعم بتكون وسيلة مفيدة، يعني اليوم نحن عم نتعرف كتير إضافة للبازارات اللي هي بتحقق جزء من أكيد. الانتشار بين الناس. خلينا نحكي عن هدول الوسيلتين وكيف استفدتي منهم بالترويج لمنتجاتك. أكيد هلأ كان الترويج عن طريق التواصل الشفوي اللي هو بين السيدات، عن طريق المعارض والبازارات، وعن طريق أنه نحن نعرض منتجنا للسوق، ولكن كانت الوسيلة الأقرب هي السوشيال ميديا. صحيح، لأنه هي من أهم حالات التواصل عبر النت، وكانت هي الأسرع والأقوى انتشارا لأبعد مدى. عملتي صفحة خاصة بال خليني أقول البراند أو المنتج الخاص. أكيد. أكيد. شو اسمه؟ اسمي إلهام شرارة. تماماً، باسمك حطيت المنتجات. طيب اليوم التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني إحنا ضحية لكثير من المواقع، لكثير من المبيعات، يعني اليوم مفروض يكون في ثقة كثير كبيرة بينك وبين الأشخاص المستهلكين، خلينا نقول قدي اليوم شو هي أهم الأساسات اللي بتحافظي عليها خلال عملية التسويق؟ هلا أكيد بده يكون منتجي واضح، وبده يكون في مصداقية، وإلا ما بينجح يعني التسويق. وبعدين بده يكون في شروط، بدي أعرف الفئة المستهدفة، بدي أعرف الوقت المناسب لعرض المنتج، بدي أعرف بدي أقدمه بصورة حلوة، بده يكون بكلام مختصر ومفيد، ممكن يكون العرض عن طريق قصة، فأكيد بالنهاية بده يكون في مصداقية. يعني السبيل اليوم إذا ما حبيت الأطعام على أرض الواقع هي إلبسة المهدية بتغيري بتعدلي، يعني أنه بعد ما أخذ تشوفها وتاخدها؟ أكيد، لأنه منتجنا هو إنتاجي خدمي، خدمي يعني طلبي، نحن إنتاجي منشتغل ومنوزع للسوق. حلو. وطلبي نحن منشتغل على طلب الزبونة، يعني مثل هي الشنطة عملنا عليها التطريز مثل ما أنك شايفة على الخيش، فينا نحط اسم الصبية انه اجت ما عجبني الاسم، لا اعملي لي اياه بالخط الكذا، او ممكن حرف، او ممكن حرف. هي هلا صارت موضه كثير كمان، اكيد على حسب طلب الصبيه، ترند مثل ما بيقولوا فيها، صارت موضه انه الاشخاص يحطوا مثلا حروف معينه، قصص معينه، هي قصص كثير مهمه. كمان خليني اسالك سؤال، اليوم سوق المنافسه بين الهاند ميد سوق كثير كبير جدا، يعني ممكن الفكره اللي هي وارده ببال حضرتك استاذ الهام ممكن تكون وارده ببال سيده ثانيه او مشروع ثاني، وخصوصا نحن كشرقيين بنحب نماذج معينه، يعني بنحب الخيش، بنحب الخط العربي، بنحب الاسماء، فصار كمان بعض المحلات بعض لهي يستخدموا نفس اساليب الهاند ميد. تمام. ويعملوها احيانا ارخص، اقل تكلفه، لانه الهاند ميد بيجي اغلى، مواده اغلى. كيف حاولتي تحافظي على وجودك ضمن هالسوق، ضمن كل هي المنافسه اذا فينا نقول؟ تمام. هلا يفترض انه انا دائما اكون بالسوق لحتى اشوف المنافسين شو عم يشتغلوا، لحتى اشوف شو المنتج اللي شبيه لمنتجي. وفعلا انا رحت في اسواق مثل باب توما والصالحيه والحمراء، معروفه بشغل الهاند ميد. صحيح. فكنت اطلع، فانا اكيد لي بصمه خاصه، يعني صح مثل ما بيشتغلوا، ولكن عندي اضافات. ومثل ما قلت لك في عندي تقديم هدايا، يعني هديه مع المنتج، مثل شنطه البومه مثلا كنا عاملين لها جراب للنظاره. حلو. فهي ما انا موجوده بالسوق طبعا، فاكيد هي بدنا نعرف مين هن منافسينا مشان ينجح منتجنا. اكيد. طيب خلينا نروح اليوم للصعوبات، دائما اكيد في صعوبات بتواجه اي حدا بيروح لمشروع، وخاصه الفتره اللي مضت شهدنا كثير ولاده هدول المشاريع، مثل ما قلنا اليوم نحن صح عم نحكي اعمال يدويه، ولكن هو مشروع اقتصادي بيشيل العائله بالنهايه، يعني شو اهم الصعوبات اليوم اللي ممكن تواجهكم؟ المواد الاوليه، الاسعار بشكل عام. انا مشان اتغلب على هي الصعوبات اكيد عملت دوره اداره مشاريع تابعه لمنظمه UNDP، مشكورين. فلازم معرفة الموردين، هي الصعوبة الأولية اللي كانت أنه أنا فايتة على شيء ما بعرفه،
فلازم أعرف مين هن الموردين، من وين بدي أجيب المواد الأولية. هي الصعوبة الأكثر واللي بتواجهني لحد الآن هي ارتفاع الأسعار. يعني منروح منشتري مثلا مواد أولية، المواد الخام عم تختلف تماما، نرجع منروح مشوار تاني منلاقي السعر اختلف. بالنهاية نحن بدنا نرفع قيمة المنتج لحتى نعادل ونوازي بين التكلفة وبين الربح. أكيد أكيد. آخر أيام الشتوية، آخر أيام الشتوية هي كانت بمناسبة عيد الأم، فنحن أكيد بنشتغل للمناسبة. هي الخامة صوف، يعني بجوز ما بتبين على الهواء بس نحن لأنه لامسينا فعم نقول خامة صوف. كمان مستخدمة نفس الأسلوب اللي استخدمتيه بالشنطة الصيفي اللي هو عدة ألوان. تمام. اللي هي الألوان الرئيسية للشتاء. عشان هيك قلت لك بأسلوبي الخاص. قديه بالك طويل؟ جدا. كل الفنانين هيك. صحيح، بس الفكرة حلوة. يعني أنا من مشجعين هاي القطع اللي هي بتيجي ممكن تغني السيدة يعني. يعني أنا مألوفة بالسوق. صح. في كتير سيدات بتحب الشيء الغير مألوف، يعني الشيء اللي ما حدا حامله غيرها. هي الزواقة طبعا. إلك بال سلمى على هيك قصص تشتغلي؟ لا ما بعرف اشتغل، بس بحب بال يعني بحب يمكن اتعلم. ممكن تعلمي؟ عم تعلمي يعني سيدات؟ بجرب للسيدات اكيد. طبعا. طيب هدول سيدات يعني قد ايه الكورس تبعهم وبس نخلصوا بتتابعيهم؟ انا بدرب بالمراكز الثقافية تطوع. حلو. ومدرب عندي بالورشة، يعني مثلا اجت صبية بدها تشتغل فما بشغلها فورا، اجباري بدها تتعلم. وبتابعيهم فيما بعد وين صاروا وشو اشتغلوا؟ لكن شيء اكيد بعمل لهم بازارات. من فتره عملت لهم بازار بمركز ثقافي بجديده طرطوس وكان جدا ناجح وحلو. اكيد وكثير حلوه هي التجربه. وقبل ما نختم حديثنا مع حضرتك سؤالي الاخير، اليوم لوين طموح حضرتك؟ وين حابه توصلي ان كان بمجال الهاند ميد وهذا المشروع المميز او بمجال الفن؟ أكيد هلأ مثل ما بيقولوا أبدأ صغيرة فتكبر. أكيد كل ورشة صغيرة، يعني أنا حلمي أنه تكبر وتصير معمل وأكبر. وبعدين أنا عندي ماركة تجارية باسمي اللي هي إلهام، بطمح أنه توصل أكيد لبرا إن شاء الله. شكراً لكم، صوتنا على صوتك تحقق حلمك يا رب. أكيد طالما اليوم في هذا الطموح وهذا النفس الإيجابي بالعمل فاليوم أنت قادرة توصلي مثل ما بلشتي من فكرة طورتي هالقصة. اليوم أنت مدربة حضرتك، نتمنى لك كل التوفيق بعملك. شكراً هيك حلوة لهالمدلات الحلوة اليوم. ينعاد عليك أنت بخير يا رب. ينعاد عليك وكل التوفيق لك ولكل سيدة طبعاً قدرت أنها توجد لها مساحة خاصة بعالم الهاند ميد. شكراً لك. الله يعطيكم ألف عافية. شكراً شكراً. أما هلأ رشا رح نروح لطرطوس وأيضاً ورشة أقيمت لجرحى الجيش من أجل التسجيل بالجامعة الافتراضية. خلينا نتعرف أكثر على تفاصيلها ضمن تقرير مراسلنا محمد حسن. استمراراً لحملة دعمهم في تحصيلهم العلمي أقام مشروع جريح وطن فريق طرطوس ورشة تعريفية لعدد من جرحى الجيش المسجلين في الجامعة الافتراضية السورية بحضور الفعاليات الرسمية في المحافظة. استكمالاً لورشة الورشة التي قام بها مشروع جريح وطن فيما يتعلق بالجرحى الذين تم قبولهم في الجامعة الافتراضية السورية، تم اليوم توزيع عدد من الحواسب المحمولة على عدد من الجرحى، وذلك لاستكمال دراستهم في هذه الجامعة ومساعدتهم في استكمال تحصيلهم العلمي. طبعا أكيد هذا المشروع هو مشروع رائد يهتم بشكل مباشر بالجرحى وبإشراف مباشر من السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد. هاي الورشة الهدف منها شرح آلية الدخول لموقع الجامعة الافتراضية للجرحى المستجدين بالتعليم الافتراضي لعام 2024. عندنا هاي السنة 25 جريح مستجد، بالإضافة لتوزيع لابتوبات شخصية بناء على مصفوفة الاستحقاقات اللي بيقدمها مشروع جريح الوطن بناء على نسب العجز للجرحى. الورشة تخللها توزيع حواسيب محمولة لكل جريح تم قبوله في الجامعة الافتراضية. بدي تشكر مشروع جريح وطن، برنامج جريح وطن بالكامل، إدارة وموظفين وعاملين على اهتمام بهالموضوع هذا. يعني بما يخص القطاع التعليمي، يعني بما يخص يعني دراسة الجريح، كان في أهمية كبيرة للموضوع هذا وعطونا كامل الاهتمام. نشكر مشروع جريح وطن اللي قدم لنا هالفرصة والمبادرة لمتابعة التحصيل العلمي، لأنه العلم ما له حد. مكرمة العظيمة اللي خلتنا نكفي حياتنا بالمسير العلمي، بتخلينا نطور كتير كمان مجال عملنا. مشروع جريح وطن ومن خلال هذه الورشة
والنشاطات المتنوعة التي يقوم بها يهدف لتقديم الدعم لجرحى الجيش وعلى كافة الأصعدة وبشكل مستمر. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. أما هلا حنروح لآخر فقراتنا لليوم سلمى ولا فقرتنا الطبية، ورح نحكي اليوم عن ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام. اليوم يمكن أشخاص كتير ما بيكونوا على قدر المسؤولية أنهم بيصوموا بدون ما يشيكوا عند الطبيب، ما يعرفوا قد اليوم مستوى ضغط الدم عندهم. هذا الشيء أكيد له تأثير سلبي، بما أنه نحن عم نحكي عن صوم، عم نحكي عن تغييرات مفاجئة للجسم، كان بالعادات، كان بعادات الأكل وعادات النوم، ويمكن هذا الشيء أكيد له تأثير سلبي إذا ما كان تحت تشيك طبي. صحيح رشا، يمكن بعض الأمراض اللي منها ضغط الدم وغيرها من الأمراض السكري وأمراض تانية، هي أمراض يجب التعامل معها بدقة وحذر، وخصوصا بمواعيد الأدوية والأغذية. نحن بنعرف مشروب العرقسوس الناس بتحبه برمضان، ولكن العرقسوس ما بيكون مفيد لمرضى الضغط لأنه بيأثر وبيؤدي لارتفاع الضغط الدم الشرياني، وغيرها كتير من التفاصيل الصغيرة اللي ممكن نجهلها وما نعرفها، وهي ممكن تأذي صحتنا تكون مؤثرة. اليوم فقرتنا حنحكي فيها بالذات عن مرضى ضغط الدم، شو هي العادات الغذائية وأيضا مواعيد أخذ الدواء اللي هي كتير بتأثر وبتختلف بشهر رمضان المبارك. كل هالتفاصيل مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور الصيدلاني خالد عطاية. أهلا وسهلا فيك دكتور خالد، يسعد صباحك. يسعد أوقاتكم، يسعد أوقات كل اللي عم يحضرونا بهالوقت الجميل، بهالصباح الجميل، صباح الشام. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم بنحكي عن حالة جدا مهمة وبحاجة لمراقبة دائما من الشخص. اليوم خلينا نعرف الفكرة بشكل عام، يعني وقد اليوم مهم مراقبة ضغط الدم خلال شهر الصوم. يعني ضغط الدم والسكر هن من أخطر الحالات، بسموهن المرض الخطير الصامت، لأنه ما بيشعر المريض. يعني دائما ارتفاع الضغط في عنا خط أحمر، لما بيتجاوز الضغط 15-16 بيكون في عنا نوع درجة من الخطورة، لما بيتجاوز 18 بنكون قدام خطورة كتير عالية. أهم أخطار الضغط هو الجلطات الدموية أو السكتات الدماغية، أو شيء بنسميه الحادث الوعائي الدماغي، اللي هو عبارة عن تفلت جزء من الأوعية الدموية اللي موجودة بالدماغ. قديش مهم؟ فعلا هذا أمر مهم كتير إنه نحن نراقب الضغط، والمراقبة الضغط ما بتستلزم كتير. يعني أنا بستغرب بعض المرضى، إما عن نوع من الاستهتار خلينا نقول أو الجهل، يعني بكفي إنه يكون عنده جهاز ضغط بالبيت. يعني ودائما أنا بنبه إنه بعض الأجهزة الإلكترونية ما هي أجهزة دقيقة، كثير مهم جهاز الضغط الهوائي انه حدا يكون بالبيت يعرفه يستخدمه. واعراض ارتفاع الضغط كثير بسيطه، يعني صداع بالراس، حس تقل، حس ببعض مشاكل غباشه بالنظر. كثير مهم، الموضوع بسيط، بكفي انه المريض انه يزين ضغطه عده مرات باليوم ويتجنب الاغذيه اللي ويخضع لنظام دقيق وبسيط، هو انه يراقب ضغطه، يراقب. كل انسان هو حكيم نفسه بالنهايه. اكيد. طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن مواعيد الادويه. يعني اليوم الدواء مثل ما بيقولوا في بعض الامراض مثل السكر ومثل ضغط الدم هو له موعد مقدس، خصوصا يعني في بعض الاشخاص ممكن ياخذوا نوعين من الادويه، في شيء صباحا في شيء مساء، بعد الطعام قبل الطعام. هي التفاصيل اللي هي ممكن بسيطه انه يلا حب الدواء باخذه ايمت ما كان، بس هي ممكن يكون لها تاثير كثير كبير. خلينا نحكي عن المواعيد لو سمحت. حقيقه قبل ما نحكي عن المواعيد بنحكي عن انه المريض قديش مهم طريقه اخذ الدواء. احيانا طريقه اخذ الدواء اهم من الدواء نفسه. يعني مثلا مريض الضغط ما بيجوز ياخذ دواء الضغط مع القهوه او الشاي او العرقسوس. كنا عم نحكي عن العرقسوس، يعتبر من احد اهم الاخطار اللي بتسبب. يعني انا بحكي عن تجربه شخصيه، عمي اللي هو اخوه لابي، يعني توفى من حوالي رمضان باختلاطات ناتجه عن اخذه لجرعه كبيره من العرقسوس بشكل غير منضبط. يعني الانسان مثل ما قلت هو حكيم نفسه. كثير مهم نحن انه ادويه الضغط بالذات ناخذها بشكل كثير مهم. يعني كيف بدنا ناخذ الدواء؟ بناخذ الدواء مع كميه كبيره من المي. يفضل انه ما ناخذ دواء مع ادويه ثانيه. بعض الكبار بالسن وخصوصي اللي عندهم ادويه كثير بيجمعوا الادويه وبياخذوها هيك بيصفوها، والله انا بستغرب. يعني هذا امر بسيط، يعني اي انسان
بيقدر حتى لو كان مثلا عندهم اربع انواع ادويه يعني مثلا بياخذ دواء الضغط مع الدواء المنظم لعضله القلب مع المميع للدم مع حمايه المناعه قطعا هذا امر كثير خطا وهي من هالمنبر الطيب بقول انه كل مين عنده مجموعه ادويه لازم يكون في فواصل زمنيه مهمه بين الدواء والدواء لانه هذا الشيء بيعطينا نتيجه افضل وبيجنبنا من تداخلات قد تكون خطيره وغير مدروسه. طيب دكتور خلينا نروح لمرضى السكري بانواعه الاثنين اليوم، هل هم قادرين على الصيام بشكل طبيعي؟ نحن بنعرف انه في بعض الاشخاص حسب حالتهم، البعض عم يروح للحب الادويه يعني للسكري خاف السكري، والبعض عم يروح للانسولين اللي هي الابر، يعني اليوم كيف قادر يصوم وياخذ ادويته بشكل دقيق؟ يعني مثل ما تفضلتي هو في عنا نوعين. الحالتين هو المرض السكري الشبابي والمرض المعتمد على الانسولين. طبعا في فرق كثير كبير بين الحالتين. يعني انا بقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه، يعني لما الدكتور الصيدلاني او الطبيب بيوجه المريض انه ما لازم يصوم او انه سكره غير منضبط او هو نفسه غير منضبط ما بينحمى، يعني الموضوع خطير لانه قبل الافطار بدقائق بيكون السكري بادنى درجه. لما بيفطر وخصوصي لما بيكون هو من النوع اللي ما بيلتزم بحميه بيصير قفزه كبيره. الارتفاع الشديد والمفاجئ بالسكر قد يسبب لمشكله خطيره جدا على النظر، يعني وهي الحاله اللي ممكن تصيب النظر ممكن تسبب لفقد القدره على النظر للعمى، يعني وهي احيانا بتكون حاله غير قابله للعلاج. كمان بصير في عنده اعتلال بالاعصاب، كمان هذا مشكله، كمان فعلا مشكله حقيقيه. لذلك يعني مرضى الضغط ومرضى السكري كثير مهم انه نضبط مواعيد الاخذ بالضبط مثل ما بيشرح لهم، مثل ما بيوصف الطبيب ومثل ما بيشرح الصيدلاني. الصيدلاني هو على تماس مع المريض دائما، هو الصيدلاني المجتمع فيهم يرجعوا له دائما ببساطه، كل عيله في عندها صيدلي خاص اللي بيتعاملوا معهم، كثير مهم يكون رقبه معهم اذا صار حادث شغله بسيطه او طارئه او صار اي اعراض، يعني انه يبرمج لهم الادويه خصوصي بالصيام، يعني بده اعاده برمجه الادويه من جديد بفتره الافطار. ما بيجوز المريض يوقف اي دواء او يتوقع انه والله انا حجرب، يعني بعض الشغلات والله انا حجرب حالي هالمره بلا دواء لشوف كيف، يعني وكانه هو مجال للتجربه او كانه هو في يحكم او يتوقع الاخطار اللي جايه. مرضى السكري في عندنا حقيقه النمطين، دائما بقول لما بيكون المريض واعي وعنده قدره على التحكم بشهيته خلينا نقول في يختار تماما الاكل اللي بياخده وامتى بياخده. هذا اكثر مريض بنسميه نحن مريض متعاون. المريض المتعاون بيحسن جوده الحياه تبعه وبيريح الكوادر الطبيه لانه تتعامل معه صح. بكل بساطه المريض اللي بيقدر ينضبط هو اكثر مريض بيقدر يصوم ويتمتع بصحه، شرط انه يراقب سكره كمان باجهزه السكري المنزليه. وانا بقول لازم الكل يكون عندهم منه، يعني اول شيء موجود بالبيت بيقدر يراقب سكره دائما وبنقدر نطلع ونشوف مستويات هالسكر لما بتتجاوز الحد الخطير. اكيد. طيب دكتور بما انه حكينا عن ادويه الضغط وبعض الادويه كيف لازم يتم تناولها، خلينا نحكي شوي كمان عن ادويه السكر اليوم. الانسولين نعرف في انسولين سريع انسولين مختلط، وبالتالي الدكتور بيوصف مثلا اذا كان جرعه او جرعتين مده زمنيه محدده. اليوم نحن اوقات الطعام تختلف برمضان غير عن الاوقات السابقه، يعني مثلا اذا بياخذها 8 الصبح بده ياخذها 8 بالليل، ليش تحديد هذا الوقت بالضبط؟ خلينا نحكي هاي الملاحظات الصغيره لو سمحت. تمام. هلا المريض اللي بنعطيه انسولين هو مريض يعني عنده درجات الخطوره عاليه، ليش؟ لانه اصلا الانسولين، يعني بعدين على فكره انا بقول لكل الناس الانسولين هو اعظم اختراع قدمته البشريه للانسان على الاطلاق، واللي اخترعوا الانسولين اخذوا جائزه نوبل وهن يعني بصماتهم واضحه، لانه نحن عم نعوض للجسم الشيء اللي ما عم يقدر الجسم يقدمه. فنحن عم نحط المريض بحاله شبيهه بالاشخاص الاسوياء انه هو عم ياخذ الانسولين من خارج الجسم. يعني في ناس مثلا انا بشوف انه بعض الناس انه لا انا ما بدي ابر انسولين انا بدي اخذ حبوب، طبعا هذا خطا وما بيجوز المريض يكون له اراده يعني بهذا الموضوع. نحن بنقرر اذا هو بحاجه له ولا لا. طبعا انواع البطيء والسريع حسب نوع المشكله اللي عنده، ولو انه مريض في ناس عندهم الانسولين بيشتغل بشكل جزئي، في ناس في عندهم خلل بتصنيع وامتصاص الانسولين
وعمله بالجسم. طبعا في درجات ما حنخوض بتفاصيلها لانه هي للاختصاصيين عادة، بس احنا بنقول انه المريض كتير مهم يتقيد بالجرعة. طبعا لما نحن بيكون عندنا مريض السكر تبعه كتير عالي بنحدد له جرعتين او جرعة. اتطورت ادوية الضغط والسكري، من زمان كان المريض الانسولين ياخذ 4 مرات باليوم، صار تطور صار 2، هلا صار سولو دوز يعني هو جرعه وحيده باليوم. حتى هلا الانظمه الحديثه بتعتمد على مضخه الانسولين، هي بتنحط مثل الساعه الزراعيه لحالها بتراقب انسولين الجسم وبتعطي الجرعه حسب ما بده المريض. يعني هي طرق حديثه، بس نحن ببساطه الانسولين السريع للاشخاص اللي بيقفز سكرهم كثير، والانسولين البطيء للي بيضل صعب انه ينزل لما يطلع. طبعا الانسولينات الحديثه ايام بتكون خليط بين هذا وهذا، وهذا هو اللي بيقدم يعني فكره لانه نحن نحافظ على سكر المريض السكري ضمن المستويات المقبوله والمستويات اللي دون الخطر اللي بيمثل خطوره على ارتفاع السكر. طيب دكتور، اليوم في حاله خلينا نقول هي شائعه ولكن هي نسبيه معامة، وانه الاشخاص اللي عندهم مرض كان حاله الضغط او السكري، يعني اليوم بيروح بشيك بيعرف انه انا مريض ضغط انا مريض سكري بيلتزم بادويتي، ولكن بيهمل مراجعه الطبيب. اليوم مرض الضغط بيجوز كل فتره بحاجه لارتفاع خلينا نقول الادويه، يعني تغيير الادويه. نفس الشيء مرضى السكري كمان بجوز بحاجه لجرعات زياده. قد ايه المهم اليوم التشييك عند الطبيب المختص؟ شكرا لك. قد ايش مهم السؤال، لانه في مرضى يعني اما عن انه مثلا بيكون مشغول، او انه لحتى ما يروح لعند الطبيب او الصيدلي، او انه لحتى ما يروح انه زحمه او منشان ما يكشف عليه، فبيستهتر وبيرخي بدن بنقول يعني باللغه العاميه. صحيح. طبعا هذا موضوع ما في مجال ابدا ابدا للاستهتار فيه. البروتوكولات العالميه، وانا كان لي يعني عدد كبير من المؤتمرات العالميه اللي شاركت فيها، تدرجت مع الزمن لتحدد هالعلاقه هي قديش. كانوا من زمان يقولوا انه كل سنه يراجع، بعدين صاروا يقولوا كل 6 شهور. نحن بنقول انه كل 3 شهور على الاقل بدنا نعمل تشيك اب، بدنا نعمل يعني اعاده نظر وبرمجه للادويه. طبعا الشيء المهم انه دائما بدنا يكون في عندنا اجهزه فحص السكر المنزليه واجهزه فحص الضغط المنزليه، بالاضافه لانه الانسان يبعد عن التوتر. دائما التوتر وتنظيم الاكل والنوم هو امر كثير مهم كثير مهم بهي الموضوع وهي العلاقه. ودائما نحن يعني عايشين بوضع صعب، وضع عالمي صعب، يعني مو بس على سوريتنا الحبيبه، بكل العالم في توترات. الإنسان كل ما رجع للأسرة كل ما حسن علاقته مع اللي حواليه، كل ما كان التبادل المودة والمشاعر الطيبة مع أهله ومع أسرته ومع المحيط اللي حواليه حيكون وضع أحسن بكثير. بس المهم أنه لازم كل 3 شهور على الأقل يخضع لمراقبة طبية. وأنا بقول مع ذلك للي ما بيقدروا يراجعوا الأطباء، نحن أنا دكتور صيدلي يعني زملائنا الصيادلة بيقدموا الاستشارة دائما ببلاش وعلى مدار الوقت. طبعا الصيدلاني لما بيلاقي أنه في عنا فعلا مشكلة قد ما بينتبه للمريض ولا أهله، أكيد راح يوجهه للطبيب لحتى يتساعد بضبط جرعة الدواء والمراقبة للمريض. أكيد. يعني دكتور اليوم خليني أقول معلومات مهمة جدا من حضرتك قبل ما نختم حديثنا اليوم. خلينا نحكي عن أهم النصائح اللي بتحب توجهها للأمراض المزمنة، وخصوصا خلال الشهر الكريم، يعني إن كان تناول المياه مثل ما حضرتك حكيت قبل شوي، بعض النصائح عن تناول الأدوية وغيرها من التفاصيل. هلا اول شيء يعني احيانا بيجتمع المرض الضغط والسكري، احيانا بيكون في عندنا اعتلال اعصاب او اعتلال بعضله القلب. دائما المريض يعني بيكون غالبا متوتر. انا بقول اول شيء واهم نصيحه انه نحن المريض نفسه نوجهه انه يحاول يعيش بجو بعيد عن التوتر، يرفه عن حاله، يحاول انه يكون عنده نوع من الاستيعاب للمشاكل اللي بتحوم اللي بتجي حواليه، يحسن علاقته مع ربه. يعني لما الانسان بتوصل معه لدرجه من الضغوط النفسيه، دائما رب العالمين هو يعني ملاذ لهالناس. وبعدين بنقول للاهل انتوا اعتنوا بهذا المريض، يعني ما تحسسوا انه هو مريض، تحسسوا انه يعني للاسف بعض العائلات انه يا اخي بيعملوا الاكل هالحلو هالظريف مثلا وبيحطوه قدامه، يا اخي لا تاكل حلو، ما بيصير تاكل حلو. طب بالاساس يعني في ببساطه نحن بنقول لهم يعني يتصرفوا صح،
يعملوا وجبة تكون مناسبة له يأكلوها معه، إذا بيحبوا وجبة ثانية ما يأكلوا قدامه. يعني هذا الضغط النفسي بيمثل استنزاف. أنا بقول بحكي عن يعني عن الست الوالدة، وجه تحية لكل الأمهات دائما كانت كثير حريصة إنه يكون مثلا تكون ستي عندنا بالبيت ومعها سكري، إنه لما بتكون موجودة تنبهنا وتعمل برنامج خاص إنه ما بيجوز تاكله حلو قدامها، ما بيجوز تحطه الحلو. والممنوع مرغوب، يعني إذا هو الشخص بيصير معه الله يرحمها ستي كانت تحب البوظة كثير، تقول بعده البوظة عني أنا ما بيجوز آكل بوظة، خلينا لننام لا يا فاتحة البراد ولازم أكل بال... الله يرحمها. يعني فهذا يعني طبعا هي العادات. نحن الشيء رائع ببلادنا، أنا عشت بدول أوروبية كثير، ما في أحلى من بلادنا، ما في أحلى من لمة العيلة. العيلة هي اللي بتقدم الغذاء والدواء والنصائح، وهي الدعم النفسي ثلاث أرباع الدواء. كل ما كان المريض بحالة نفسية صح حيكون أداؤه صح وحيكون تجاوبه مع الأدوية أفضل بكثير. أكيد إن شاء الله هيك دائما بالصحة والسلامة دكتور لكل الناس. بدنا نشكر حضورك لليوم، رمضان كريم وهيك كل عام أنتم بألف خير. مناسب يسعد أوقاتكم وكل عام أنتم بخير، أنتم أهليكم. تحياتي من هالمنبر الطيب لإعلامنا الوطني الطيب، وبقول لكل الناس لازم يتابعوا إعلامنا المحلي بعده عن السوشيال ميديا لأنه هي مليئة بالمطبات والمخادعات. أكيد شكرا لك دكتور لوجودك معنا. يا هلا، نحن وصلنا لنهاية صباحنا اليوم سلمى، شكرا لك يا سلمى. اكيد وبدنا نشكر قبل ما نختم حرير بوتيك اللي قدم لنا هدول العبايات الحلوين لابسينهم اليوم انا وسلمى وايضا مذيعات صباحنا غير بالشهر الكريم. يعطيكم الف عافيه، بقيت نهار حلو لكم مع كل حدا بتحبوا بحياتكم بالصحه والسلامه والرزق الكريم. يكونوا بخير، باي باي. اكيد نهارك سعيد يا رشا، وان شاء الله يا رب بدايه آمين. اسبوع تكون هيك خير على الجميع. نحن بنعرف عطله ابتداء من بكره، نحن ما لنا علاقه، نحن الفقر جيم، نحن مستثنيين من العطل، ولكن بكل الاحوال كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم وعلى بلدنا يا رب. وان شاء الله هاي الايام تحمل مع تحقيق الامنيات والدعاوي للكل. ومثل العاده رح نكون معكم يوميا بعدد من الفقرات والضيوف الاختصاصيين. لاي مواضيع بتحبوا انه تكون موجوده يا ريت تراسلونا على صفحتنا على الفيسبوك. الى اللقاء.